السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة ليسن 2 في يونت 1 من كتاب جيم. زي ما قلت لكم قبل كده انا شغالة معاكم من كتاب جيم وكتاب بيت باي بيت وكتاب المعاصر. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي بتنزل على القناة، وتابعوني على صفحتي على الفيسبوك اسم الصفحة تعلم بكل سهولة، اسم القناة على اليوتيوب الانجليزي بجماله. لو حابين تتواصلوا معايا انا سبت ارقام تليفونات في الصفحة من فوق. عايزين تتواصلوا معايا عن طريق الهاتف او الواتساب انا سبت الارقام الخاصة بتاعتي. لو عايزين استفسار عن اي حاجة عايزين تتواصلوا معايا الارقام موجودة عندكم في القناة من فوق. ونبدأ في فيديو النهاردة، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول لي look and write، انظر واكتب. جايب لي صورة الجهاز التنفسي. هنكتب بقى حسب الاسهم، اول سهم انف نوز، بعد كده فم ماوث، بعد كده الرئتان لانجس، بعد كده الحجاب الحاجز diaphragm. تاني سؤال read and choose the correct answer، اقرأ واختر الإجابة الصحيحة. number one the teeth are parts of the digestive system، بقول لي إن الأسنان من أجزاء الجهاز الهضمي. we use them، نحن نستخدمهم to chew food، لكي نمضغ الطعام. يبقى نختار تيس يعني أسنان، احنا بنستخدم الأسنان علشان نمضغ الطعام. number two the esophagus moves food to the stomach، يعني المريء هو اللي بينقل الطعام إلى المعدة. number three we need energy and nutrients in our body، نحن نحتاج الطاقة والعناصر الغذائية في جسمنا. طبعا الجمل دي يا حبايبي بتعتمد على فهمكم للدرس. لو انتوا حافظين الكلمات وفاهمين الدرس كويس بتعرفوا تحلوا بكل سهوله. number 4 we breathe through our nose، نحن نتنفس من خلال الانف. بعد كده read and rearrange to make correct sentences، بيقول لي اقرا واعد الترتيب لتكون جملا صحيحه. برضو الجمل بتعتمد على الفهم. لو انا حافظه الكلمات كويس وحافظه الجمل اللي موجوده عندي في الدرس وفاهمه شرح الدرس بعرف ارتب بكل سهوله بناء على المينينج المعنى. number 1 we breathe through our nose، نحن نتنفس من خلال انفنا. number 2 put green plants in your balcony، ضع نباتات خضراء في بلكونتك. number 3 we chew food with our teeth، نحن نمضغ الطعام بأسناننا. number 4 the diaphragm holds air into our lungs، بيقول لي ان الحجاب الحاجز بيسحب الهواء الى الرئتين. بعد كده يا حبايبي بيقول لي listen and complete، يعني استمع واكمل. هنا بقى عندنا محادثه ناقصه كلمات، الكلمات موجوده فوق، بنختار كل كلمة في النقط المناسبة ليها. عبارة عن ديالوج بين علا ونهى. علا بتسأل نهى بتقول لها what do we use when we eat and drink، يعني ماذا نستخدم عندما نأكل ونشرب. ردت نهى وقالت we use our digestive system، نحن نستخدم جهازنا الهضمي. بعد كده علا بتقول لها and what do we use when we breathe، وماذا نستخدم عندما نتنفس. ردت نهى وقالت we use our respiratory system، نحن نستخدم جهازنا التنفسي. بعد كده read and match، اقرأ وصل. عندنا nose الأنف. this is in the center of the face، زي ما قلنا قبل طبعا عندنا definitions تعريفات مهمة جدا، لازم تبقوا عارفين كل كلمة تعرفها ايه علشان تعرفوا توصلوا صح. يعني اول كلمة عندنا يعني نوز، قلنا قبل كده ان تعريف نوز الانف انها توجد في منتصف الوجه، يبقى this is
the center of the face. تاني كلمة عندنا lungs. ما معنى lungs؟ الرئتان. We have two of these. لدينا اثنان من الرئتين يعني. They are inside the body. هم بداخل الجسم. Number three. diaphragm. الحجاب الحاجز. قلنا تعريفه. This is a muscle under the lungs. عبارة عن عضلة تحت الرئتين. بعد كده pump. pump يعني يضخ. تعريف كلمة pump. To move quickly from one place to another. أن يتحرك سريعا من مكان لآخر. بعد كده بقول لي writing. كتابة. هنا بقول لي write for instructions to have a healthy respiratory system. اكتب اربع ارشادات للحصول على جهاز تنفسي صحي. احنا طبعا اخدناهم وحفظناهم. المفروض ان انتوا يا حبايبي الحاجه اللي تاخدوها تذاكروها. الكلمات بتنحفظ، الجمل بتنحفظ، والدرس بتفهموه. لو حفظتوا الكلمات بتعرفوا تقروا الدرس، تبقوا عارفين الدرس بيتكلم عن ايه. خدنا اربع ارشادات للحصول على healthy respiratory system، جهاز تنفسي صحي. اول حاجه stay away from smoke، يعني ابعد عن الدخان او ابعد عن التدخين. stay away from smoke. stay away from smoke. تاني حاجه exercise. exercise. exercise يعني تدرب او تمرن. تالت حاجه put green plants in your balcony. put green plants in your balcony يعني ضع نباتات خضراء في بلكونتك. احنا قلنا النباتات الخضراء بناخد منها الاكسجين، والنباتات بتاخد منها ثاني اكسيد الكربون. والمكان اللي فيه نباتات يبقى دايما الهواء اللي موجود فيه نقي. يبقى تالت حاجه put green plants in your balcony. رابع حاجه drink plenty of water. drink plenty of water يعني اشرب كميات كبيرة من المياه. drink plenty of water. كده يا حبايبي نكون انتهينا من حل اسئلة الدرس الثاني في الوحدة الاولى من كتاب جيم. لو عايزين اي حاجة اكتبولي في كومنت. طبعا لو مش عارفين تتواصلوا معايا عن طريق الكومنتات، علشان طبعا اليوتيوب خصص المحتوى للاطفال فطبعا بيمنع التعليقات. فلو التعليقات موجودة اكتبولي في كومنت. لو مفيش تعليقات كومنتات يعني، اتواصلوا معي عن طريق الارقام اللي انا سبتها في القناة من فوق. طبعا ما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، اسم الصفحة تعلم بكل سهولة. اسم القناة على اليوتيوب الانجليزي وجمال. وبكده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اسفكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.